الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان. كابتي ناي إسلمنا عند تازتبهالة ناي مجمّريا كناي كلتا مسكر كالات مهابي. ما معنى لا إله إلا الله؟ زين لا إله إلا الله كنا بالكلنا انتهي مالتنا. لا إله إلا الله تقوم على ركنين، كأن لا إله الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، لو أسقطنا عمود انهار البناء. لا إله إلا الله كنا بالكلنا كم حنتي بالاسو ويمكن حنتي مبنى خوينا بخلت عند تتأوز بالتها. الركن الأول نايم جمر يا عندي تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. كبرب وصايخب الله وصازلو زقزو من نجارات كل مخحد. تقول كل وتقول وتعتقد وتعمل أن كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. كل خبرب خب الله وصازلو زخون يخون ناي وتقبل نزي بلو مخانو مخحد. الركن الثاني أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. قال إيث عند دما حد الله تري أملخ زقب ومخانو ممسكار من رققات. إذا ننفي جميع معبد من دون الله إذا حجيخ نبل كل نانتاي مالتي مجمّريا كابتي كاب الله وتأذر له كله مخحد مالتي. نثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. نحادة بشريك زي بلو قويت حد الله نعوم سكر مهاب مالتي. الشهادة الثانية قال أيتي ناي مسكرنا قال دما أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دما زي جز نعم زي نجزؤم ناي رب ما لختين يا مخالف ورسول لا يكذب كن حسوم زي قبة أننا خن أملهم زي قبة أنهم. إذن من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمسلم. زي خن بالكل لنا تاي مالتي ونتم محمد عليه الصلاة والسلام نعم زي جز أسب أصلا ما يكون المال. لا يمكن أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. سلازي نحنا بقوم كن أمنا للنمبر نعوم كن حسو من كنا كن نزقو من أي قبائل. فعندما كذب اليهود والنصارى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خرجوا من الدين. توم يهود توم كريستيان بثي محمد عليه الصلاة والسلام حيزم مزمز وبمخحد ومخنيات كابسلمنا وزيهم. كذبوا موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قد محجي نبي الله موسى نبي الله عيسى نعوم نسيقهم موميهم. لابد أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أصلا ما ينتدى أخينا بتهم كلهم نبيات مليسنا أن بتهم محمد عليه الصلاة والسلام كان أمني. لا يمكن أن نؤمن بنبي ونكفر بنبي. سلازي حدث ينتدى تقل إن أصلا ما يكوينوا بحد نبي أمينوا بحد خعد يبلو. نقول لليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سلازي نتم يهودي هونو نتم كريستيان كلنا حدث قبرنا نحدى أملاخ نقزألو حدث قبرنا ملأختي نعونو بلاكم. نكون أمة واحدة. سلازي حدث هزبهن كون معنا. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والله أعلم. بتم كل ملأختي نياتاتون بزي منساقن بزي مبالن حدث نأمن أقبالنا مالتهم.